تمام، ونشوف حته الفورت نمبر ده حلها ازاي. هفترض دلوقتي ان انا عندي هنا جهاز بي سي وعايزه ادخل على سيرفر معين، تمام، ده كلاينت بي سي، تمام. ايه السيرفر ده؟ السيرفر ده عباره عن جهاز كمبيوتر عادي جدا، بس الفكره ان نازل عليه اوبريتنج سيستم سيرفر، ويندوز سيرفر، لينكس، سولاريس، اي اي اكس. اوبريتنج سيستم اصلا مختلف شويه عن الويندوز 10 اللي انتم بتتعاملوا معاه، بيقدم خدمات، وظيفته وبيقدم خدمات، تمام. السيرفر ده هفترض ان انا كنت ظبطته بحيث ان هو يقدم اكتر من خدمه، مثلا هيقدم لي خدمه الويب، هيقدم خدمه الميل، هيقدم خدمه الدي ان اس، هيقدم مثلا خدمه مثلا التلت. هنفهم ايه الكلام ده النهارده بالتفصيل ان شاء الله، تمام. انا لسه قايله تاني ان السيرفر ده جهاز كمبيوتر في الاول وفي الاخر، فاكيد ليه اي بي، وكارت الشبكه بتاعه اكيد ليه ماك. هفترض ان البي سي ده الاي بي بتاعه 10.0.0.1، وان الماك بتاعه ايه، وهفترض ان السيرفر الاي بي بتاعه 10.0.0.2، وهفترض ان الماك بتاعه بي، تمام. الداتا كنا قلنا امبارح لما بتطلع من السورس للديستنيشن بتتحمل بمعلومات زياده، يعني على سبيل المثال اول ما بوصل للنتورك لاير بيتحط معلومات كتير، منها سورس اي بي وديستنيشن اي بي. اول بعد كده الداتا ما توصل على النتورك الداتا لينك لاير بتتحط معلومات ازيد، منها السورس ماك، الديستنيشن ماك، صح؟ ايه رايكم بشويه المعلومات اللي انا قلت عليهم دول؟ المعلومات دي بتساعدني ان انا اوصل للسيرفر ككل، لان انا لسه قايله ان السيرفر ككل ليه اي بي وليه ماك، لكن المعلومات دي لوحدها بتساعدني احدد انهي سيرفيس انا داخله عليها. يا ترى انا داخله على خدمه الويب عشان اشوف الموقع بتاع الشركه، ولا داخله على خدمه الميل عشان ابعت واستقبل ايميلات بيني وبين الموظفين؟ يا ترى داخله على خدمه مين؟ مش نافعه، صح؟ علشان كده فكروا يعملوا معلومه كمان تتحط على كل جزء من اجزاء الداتا عن طريقها بحدد انهي سيرفيس انا داخله عليه. المعلومه دي اسمها بورت نمبر. المعلومه دي اسمها ايه؟ بورت نمبر. فكل جزء من اجزاء الداتا في اللاير اللي هي الترانسبورت لاير، اللي هي اللاير كام؟ 4، تمام؟ في الترانسبورت لاير هيتحط معلومات كتير، منها سورس بورت وديستنيشن بورت. سورس بورت وايه؟ وديستنيشن بورت. ايه بقى حوار السورس بورت والديستنيشن بورت؟ الاول قبل ما اكمل، البورت نمبر ده حاجه سوفت وير، رقم سوفت وير، قلنا تاني بيتحط فين؟ في المرحله بتاعه الترانسبورت لاير، تمام؟ فقلنا تاني البورت نمبر ده هو بيبقى عباره عن رقم سوفت وير، الرقم ده بيتمثل في 16 بت، بيتمثل في كام؟ 16 بت، يعني معنى كده ان اقصى عدد من الحيوانات اوصل لها 2 اس 16، صح؟ اللي هي 5 اللي هي 65,536، اللي هي كام؟ 65,536. يبقى انا عندي كام بورت نمبر زي ما اتفقنا؟ 65,536 نمبر، تمام. الارقام دي متقسمه عندي لاثنين كاتيجوري. الكاتيجوري الاولاني اسمه ويل نون، وده من 0 لغايه 1000 1023. والكاتيجوري الثاني اللي هو بنسميه يوزر ديفايند، وده حاضر. تاني اليوزر ديفايند ده بقى اللي هو ابتداء من 1024 لغايه 65,535. ليه؟ قال لك استنى ببدا اعد ابتداء من الزيرو، من 0 لغايه 65,535، يعني هيديني 65,536، تمام؟ ايه اللي بيحصل بقى للدقه؟ قال لك هفترض ان البي سي عايز يدخل على خدمه الويب، عايز يدخل على الموقع، تمام؟ الداتا لما بتطلع من البي سي بتطلع من اي بورت راندوم، بتطلع من اي بورت ايه؟ راندوم. وباكد تاني ده مش معناه ان في فتحه بطلع منها، لا، اقصد بيها يعني معلومه السورس بورت اللي بتتحط كام ومعلومه الديستنيشن بورت بتبقى كام، تمام؟ فقلنا تاني بطلع من بورت كام؟ راندوم، بس بشرط يكون في الكاتيجوري بتاع اليوزر ديفايند. في الكاتيجوري بتاع مين؟ اليوزر ديفايند. فهفترض ان انا صدفة طلعت من بورت 2000، هدخل على بورت كام بقى؟ قال لك على حسب الخدمة اللي انا عايزة اتارجتها، يعني على سبيل المثال الويب ده شغال بيلسن على بورت 80، الميل 25،
الدي ان اس 53، التلت 23. الارقام دي ثابته باي ديفولت، الارقام دي ايه؟ ثابته باي ديفولت. فقلنا تاني هطلع من بورد 2000 هدخل على بورد هنا كام؟ 80. وانا طالعه بقى هطلع من نفس البورد اللي انا دخلت منه اللي هو 80، تمام؟ هدخل هنا على الجهاز على بورد نفس البورد اللي انا طلعت منه. واضحه كده؟ وباكد تاني ده بيبقى عباره عن رقم سوفت وير بيتحط على كل جزء من اجزاء الداتا للدقه على كل سيجمنت، لاني بتكلم على لير ترانسبورت. قلنا ترانسبورت لير كل جزء من اجزاء الداتا بسميها سيجمنت. واضحه؟ طيب الارقام دي زي ما اتفقنا كده ارقام المفترض ان انت تبقى عارفها، مش هطلب منك ان انت تبقى عارف كل البروتوكولات وكل البورت نمبرز، بس في حاجات اساسيه. عيب قوي ان انت كمهندس سكيورتي او مهندس شبكات مش تبقى عارف مثلا الويب بيلسن على بورد كام. ليه يهمني المعلومه دي؟ قبل ما اقول ليه تهمني، الاول مايكروسوفت اصلا كنظام هيلب كده، تمام؟ عملت ملف جوه الويندوز، الملف ده ملف هيلب بس مش اكتر، جواه مجموعه كبيره جدا من البروتوكولات وكل بروتوكول بيلسن على بورد كام. يعني انا لو دلت الملف ده عادي مفيش مشاكل، تمام؟ فين بقى الملف ده؟ تحت ويندوز، تحت سيستم 32، تحت درايفرز، تحت اي تي سي. الملف ده سيرفيسز شكله انون، عادي دبل كليك عليه وافتحه بالورد باد او البن او النوت باد عادي جدا. الملف ده زي ما قلت لكم ملف هيلب، تمام؟ جواه مجموعه كبيره قوي من البروتوكولات. تعالوا نشوف مثلا حاجه احنا فاهمينها اللي هو 80 ده مثلا بروتوكول زي 80 اسف اتش تي بي بيلسن على بورت كام؟ بيتعمل له انكابسيوليشن جوه تي سي بي ولا يو دي بي ووظيفته ايه؟ تمام؟ احنا اتفقنا ان اي بروتوكول شغال عندي في الابلكيشن لاير اول لما بينزل في ترانسبورت لاير هيتغلب جوه صندوق من اثنين، يا اما تي سي بي عشان يبقى ريلايبل يا اما يو دي بي عشان يبقى ان ريلايبل. واضحه؟ تمام. في هنا لسته طويله قوي من البروتوكولات، بس مش ده كل حاجه على فكره، في اكتر من كده برضو بكتير. لو انت دلوقتي في بروتوكول معين انت مش لقيته في اللسته دي، ممكن تدخل على الموقع بتاع الايانا.org او الايكان.org، تمام؟ الايانا والايكان هنعرف قدام باذن الله ان دول منظمتين مسؤولين عن حاجات كتير جدا على مستوى الانترنت. على سبيل المثال مسؤولين عن البورت نمبر، مسؤولين عن الايهات، طول ما احنا ماشيين هنشوف فيهم مستخدمات باذن الله، تمام؟ فاي بروتوكول تاني انت مش لاقي البورت بتاعه مثلا في الملف ده، تدخل على مين؟ الموقع بتاع الايانا دوت اورج، المفترض ان انت تلاقيه. ماشي؟ في حاجه بقى، انا قلت تاني ان اليوزر بيطلع من بورت كام؟ راندوم، صح؟ ابتداء من 1024. هفترض ان انا فاتحه مثلا كذا موقع او نفس الموقع بس فاتحه له كذا بيج، كل بيج فيهم انا كده بطلع من بورت معين، تمام؟ هفترض ان انا فاتحه 10 صفحات و10 ابلكيشن، تمام؟ يبقى انا محتاجه كام بورت؟ مثلا 20. معلش ثانيه واحده، اليوزر يستخدم من 1024 لغايه 65000، كتير قوي قوي عليه، وفي نفس الوقت السيرفيسز من 0 لغايه 1023 خلصوا من زمان، ده كل يوم بالتاني في بروتوكولات جديده وفي سيرفيسز جديده بتظهر. خدوا بالكم من حاجه، اي ابلكيشن هطلع بيه شبكه ماست يبقى له بورت نمبر، ماست يبقى له بورت نمبر. برنامج مثلا هشير بيه الديسك توب على الاجهزه، ما انا لازم ابقى عارفه البورت اللي انا هدخل عليه على الاجهزه ايه. فخدوها قاعده عامه، اي ابلكيشن هطلع بيه على الشبكه ماست يبقى له ايه؟ بورت نمبر. فقلنا تاني اليوزر كتير عليه قوي 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 من 1024 لغايه 65000، وفي نفس الوقت فور يوزرز فور سيرفيسز اصلا من 0 لغايه 2023 خلصوا. طب والحل؟ جت منظمه الايانا قالت لا احنا هنعيد ترتيب البورت نمبرز دي، فقسموا اليوزر ديفاين لاثنين كاتيجوري كمان. الكاتيجوري الاولاني ريجسترد، وده من 1024 لغايه 49151، والكاتيجوري الثاني دايناميك اللي هو بقى من الاخر بقى من 49152 لغايه الاخر، تمام؟ في ناس تقولي طب ليه مش قسموهم في الاساس بالنظام ده من الاول؟ خدوا بالكم من حاجه، احنا قلنا امبارح ان فكره الانترنت كلها بدات ازاي؟ كان الهدف ايه؟ ربط هذه المين فريم ببعضهم. عمرهم ما كانوا يتخيلوا في احلى احلامهم ان احنا نوصل بالمنظر ده، احنا في الجيل الخامس من الانترنت يا شباب، تمام؟ فما كانوش يتخيلوا ان احنا نوصل بالمنظر ده. فطول ما انا ماشيه مش ده بس، طول ما احنا ماشيين كده في الكورس بتاعنا هتلاقي في حاجات، ايه ده؟ ايه طريقه التفكير دي؟ ظبطوها بعد كده، ظبطوها حاجات كتير بعد كده. واضح لغايه دلوقتي؟
طيب تعالوا ناخد اكزامبل يفهمني اكتر واكتر يعني ايه ريجسترد وديناميك. هفترض دلوقتي ان انا واحده بروجرامر وقررت ان انا اعمل ابلكيشن وانا لسه اي ابلكيشن هطلع بيه شبكه مصي بقاله بورد نمبر تمام. فانا دلوقتي قررت اعمل ابلكيشن مثلا جوينا ماسنجر هنتشجع مع بعض تمام. حصل طبعا كذا من زيرو لغايه 23 انا لسه قايله ان هو خلص تمام وانا محتاجه بورت ليه. فالمفترض لو هشتغل صح هدخل على الموقع بتاع الايانا دوت اورج واسيرش على البورت اللي انا عايزاه. سي ان انا قررت ان انا شغاله على بورت 4000 فهشوف بورت 4000 متسجل معاهم ولا لا. طب لو مش متسجل اخده ليا واحجزه اريجستر البورت بتاعي معاهم. ليه؟ عشان لو في واحد تاني عايز يعمل ابلكيشن راجل بروجرامر تاني عايز يعمل ابلكيشن ويشغله على نفس البورد يعرف ان ايه لا البورد ده متاخد تمام. طيب عشان كده سموه الكاتيجوري ده ريجستر. طب واليوزر هيطلع من ايه؟ قال لك هيطلع من اي بورد راندوم بس في الكاتيجوري بتاع الدايناميك. الكاتيجوري بتاع مين يا شباب؟ الدايناميك تمام. طب في حاجه بقى افرض ان انا هنا في اللاين بتاعتي قررت ان انا اعمل جوهينا ماسنجر ده واشغله على بورد 80 حد ليه حاجه عندي؟ لا. بس المشكله تحصل امتى؟ لو انا جيت سطبت على اللابتوب بتاعي الابلكيشن ده هيخلي جهازي يلسن على بورد 80 وجيت دخلنا كده قمت مسطبه على جهاز الكمبيوتر بتاعي خدمه الويب الاثنين هيلسنوا على بورد 80 مش هينفع. فواحد هيشتغل والتاني هيقف تمام؟ طيب ليه يفضل ان انت لما تعمل ابلكيشن وتختار له يعني بورد نمبر ليه يفضل ان انت تريجستر البورد؟ قال لك مثلا دلوقتي هفترض ان انا ومنصور احنا الاثنين ناس مثلا بروجرامر عملنا ابلكيشن وصدفه احنا الاثنين استخدمنا نفس البورد 4000 لان احنا الاثنين استهبلنا ومش عملنا ريجستريشن للبورد بتاعنا. جه الراجل الغلبان شحاته ده بقى صدفه اشترى الاثنين برودكت دول الاثنين ابلكيشن دول وصدفهم على اللابتوب بتاعه واحد هيشتغل والتاني مش هيشتغل. وضحت الفكره؟ انما تاني بعيد عن اي ريجستريشن لو مفيش المشاكل اللي بتكلم عنها اشغل الابلكيشن على مزاجي مفيش اي على اي بورد على مزاجي مفيش اي مشاكل بس اتاكد ان جهاز الكمبيوتر اللي انا مسطبه عليه الابلكيشن ده مش عامل كونفليكت مع ابلكيشن تاني شغال على نفس البورد. واضح كده؟ تعالوا يعني نشرحها بطريقه ثانيه كده. هفترض دلوقتي ان ده مقطع عرضي كده للسلك عند الديستنيشن تمام وفي كذا فتحه اهو فتحه فيهم رقمها 80 بوابه كده رقمها 80 واحد فيهم رقمه 20 23 53 اي حاجه تمام. باكد تاني البورت نمبر مش بيبقى حاجه فيزيكال البورت نمبر ده رقم سوفت وير بس ده كتشبيه. هفترض بقى بص على ايدي كده ده السورس عايز ادخل على جهاز الكمبيوتر ده على خدمه الويب او على السيرفر ده على خدمه الويب داخل اهو هدخل في انهي فتحه؟ 80 تمام. طب والباقي اي بورد انت مش محتاجه يفضل ان انت تقفله يفضل ان انت ايه تقفله. طب ليه تقفله؟ لان اي بورد مفتوح على اي سيستم بيساوي فولنرابيلتي ثغره على السيستم. اي بورد مفتوح بيساوي ايه؟ ثغره على السيستم. الاول ازاي افتح بورد او اقفل بورد؟ مفيش طريقه ستاندرد ثابته بفتح بيها بورد او اقفل بورد. بمعنى جهاز الكمبيوتر مثلا عشان احوله لويب سيرفر هنشوف دلوقتي ان انا بسطب سوفت وير معين كده اسمه اي اي اس او اباتشي ده كده بيحوله للويب سيرفر يبقى انا كده فتحت بورد 80. لو انا مش ناوي احوله لويب سيرفر ايه اللي يخليني اسطب الاباتشي عليه؟ تمام؟ مثلا عايز احوله للميل سيرفر هجيب سوفت وير اسمه اكستشينج اسطبه. مثلا انا مش ناوي ان انا افتح مثلا البورد بتاع الميل ايه اللي يخليني اسطب السوفت وير ده؟ فمش عندي طريقه ثابته افتح بيها بورد او اقفل بيها بورد. تمام؟ طيب تاني ليه يهمني ان على الاقل البورتات الاساسيه تكونوا عارفينها خصوصا للناس اللي داخله في مجال السكيورتي بعد كده باذن الله. افرض ان انا دلوقتي شغاله في شركه وطلب مني امنع اليوزرز ان هم يطلعوا على الانترنت. تمام؟ اي شركه محترمه بيبقى فيها جهاز اسمه فاير وول بتفتح فيه بورتات وبتقفل فيه بورتات. هروح على الفاير وول اقفل بورت كام؟ 80. مش هقعد بقى اقول لهم طب معلش ثانيه واحده ما اسيرش كده اشوف المفترض اقفل بورت كام؟ في حاجات اساسيه. قدام باذن الله احنا هنعمل حاجه سيمبل كده في السكيورتي ليها علاقه باللي انا بقوله ده وساعتها اقول لكم مثلا دلوقتي هقفل البورت 80 مش عايزه بقى حد يقول لي ايه اللي انت بتقفليه وايه البورت ده النظري اللي انت في ناس بتضايق شويه من النظري في الاول كلمتين النظري كام محاضره اللي في الاول دول الاساس دول الاساس لاي حاجه بعد كده في الشبكات عشان بعد كده لما ندخل في العملي ده الاساس اللي هنبني عليه ان شاء الله. تمام؟ لو في اي اسئله؟ سؤال تاني يا حسن؟
اللي على البورت ريسيت مثلا بورت الويب ده بين حسن دلوقتي بيسال سؤال كويس، البورت ده بيتفتح بابلكيشن مش شرط، تمام؟ وطبعا مش ينفع ان انا اشرح الديتيلز دلوقتي لان ده قصه طويله جدا جدا فما تتخيل، تمام؟ في بعض رولز مثلا ويندوز سيرفر ببساطه بحاجه اسمها رول، الرول دي بتبقى بيلت ان في الويندوز بس اوبشن انا اللي بحط عليها ليميت صح. وهوريكم حاجه سيمبل قوي على النظام ده النهارده باذن الله. اوبشن طالما علامه الصح دي مش موجوده يبقى البورد بتاعه مقفول، حطيت علامه الصح ومشيت الويزرد بتاعه يبقى انا كده فتحت البورد. ده بعض الرولز. في رولز ثانيه بتفتح بروتوكولات ثانيه مثلا او بروتوكولات ثانيه، لا بتبقى عن طريق سوفت وير انا بنزله، فعشان كده قلت لك مش طريقه ستاندرد خالص. بصوا كده انا لو جيت هنا فتحت السي ام دي، احنا قلنا السي ام دي اللي هو ايه؟ طف، تمام؟ ثانيه واحده بس اقفل الفايرول عندي. في عندي امر كده في الدوس اسمه ليت ستيت، تمام؟ افضل ان انا استخدم معاه اوبشن ماينس ان، تمام؟ مفيش اي كونكشن عندي شغال. افتح كده جوجل مثلا ليت ستيت ماينس ان، تمام؟ اللوكال ادرس اللي هو المقصود بيه الاي دي بتاعي، المقصود بيه ايه؟ الاي دي بتاعي. الفورين ادرس المقصود بيه اللي هو الادرس او الاي دي اللي انا عايز اوصله، تمام؟ مثلا الاي دي بتاع اللابتوب بتاعي هو ده، تمام؟ انا طالع من بورت كام؟ تمام؟ تجمعت الرقمين دول على فكره كده الاي بي والبورت بنسميهم سوكيت. تجمعت الرقمين دول على بعض بنسميهم ايه يا شباب؟ سوكيت. يبقى السوكيت عباره عن الاي بي والبورت. اخدت بالك دلوقتي يا سامي انا طالع من بورت هنا كام كله؟ ها؟ اجابه سؤالك وضحت؟ كله في الكاتيجوري بتاع مين؟ الديناميك، تمام؟ داخله على مين؟ النهارده ان شاء الله هنعرف ساعتها ازاي الدنيا دي بتشتغل يعني، وهنفهم ايه البورد بتاع 4483 والكلام ده، تمام؟ وهكتشف النهارده ان جوجل بيبقى له كذا اي بي مش اي بي واحد بس، هنفهم الكلام ده النهارده باذن الله. وضحت كده؟ يبقى ده البورد، تعالوا ناخد حاجه الى حد ما نستوعبها دلوقتي، بورد 80 ده اللي انا داخله عليه. في اي اسئله؟ تمام، ده تاكيد اهو ان بطلع من بورد كام دلوقتي يا حسن؟ الدينامو، تمام؟ ده بقى